رضي الله عنكم يا أبناء الأعزاء، رضي وأرضاكم الله. أعطيه 1000 دينار من بيت ما المسلمين، هذه مزيانة. وأنت أقطع رأسه، أقطع رأس ذلك ذاك الزنديق. لعلقوهم في باب الزاوية حتى يكونوا عبرة لكل الأندلس. هذه بعين ديال الماء داخل القصر ديال الريسوني، عنده واحد القصة عجيبة وغريبة، وأن واحد الأجنبي ما متأكدش بالضبط واش فرنسي ولا انجليزي، كان مصاب بالضيقة، مرض الحساسية، فجاء عند الشيخ ولا جاء عند طلبة لبركة الريسوني، فكان علاجه انه داه الاسطبل ديال الابقار وبقى كيبات في الكوري ديال الابقار من ذاك الروائع ديال البهائم شفاء. فجاء عند الريسوني قال له اللي شردت عليا نديرو لك، قال له انا دابا بريت اللي بغيت طلب مني شنو ما بغيت. طلب منه قال له عند كيل الماء في الجبل بغيتك تجيب الماء للزاويه، فما كان عليه الا ان جوز قناه ديال الماء ما بين الجبل ديال بوهاجم وما بين الزاويه، اذا ما صالح للشرب، صالح للشرب 100%، والجميل على ان مازال محافظه على كما تم التشييد ديالها في ذاك المرحله مازال الى اليوم. هذه الفشطة ديال السي سليمان. شكون سكتو؟ من ان يجبل عند نفوذ كبير جدا بالنسبه لمولاي احمد الريسوني الى الولاء محمد بن عبد الكريم الخطابي، واخر قبيله بقات مدعمه احمد بن الريسون الذي تحصن في هذا الموقع ديال تزرت هي قبيله الخماس السفلى، يعني الناس اللي بقاو مقربين جدا وكيدافعوا على مولاي احمد بن الريسون يا قبيله الخماس السفلى، جهه ديال تنقل طبيعه الحال. ومولاي احمد كان وصل واحد البلاغه من العمر عتيه كما يقال، يعني تمريض طريح الفراق واصيب بالمرض، وهناك حكايه اخرى حول الطريقه بسبب ديال المرض ولا لا تهمنا. بين قوسين قلت من بعد المحاصره ديالو هنايا من طرف جيوش بن محمد بن الخطابي، كاين مصادر تاريخيه وثقت على 1925 بالضبط
مصادر تاريخيه وثقت على ان محمد بن عبد الكريم الخطابي اعطى اوامر صارمه لقائد الجبهه الغربيه اللي هو الاخ ديالو محمد الخطابي على ان تتم معامله الريسوني باحسن معامله، يعني ما يتقص له ولا الاملاك ديالو لا الحريم ديالو لا المقربين ديالو، هو ما تم فعلا يعني من بعد حكى هذا الشيء. ف من ضمن الذين كانوا السبب في تراجع حركه الريسوني قوه الريسوني هو القائد خريرو، واحد القائد كان هو اللي يدير منع عسكريا ديال مولاي احمد بن ريسون من قبيله بن حزمه على الولاء ديالو محمد بن عبد الكريم الخطابي، وبالتالي باعوا يعني مول المدافع، مول المدافع هو مول المدافع دار الخنوس، مول المدافع ديال دار الخنوس طبيعه الحال تحديد. فجاو هنا كانت المفاوضات، كانت تبادل الرسائل ما بين المسؤولين ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي والريسوني، اما التهريب اما الاعتقال اما يعني انه يناصر هذا أتاي بنفحات بركاتية روحانية بالزاوية الريسونية بجبل عالم قرية تزرد تحديدا، نشرب أتاي فيه البركة على شرف فريق ابن بطوطة راندو بمناسبة الزيارة ديالهم هذا اليوم. موتوا بغيديكم يلا. أعد أعد عبد الباقي شويه يمتول يا جميل سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل. جدو هو هذا اللي هنايا اللي انت عندك هنايا هذاك هذاك هو اللي كان كيتعبد تما بحر تيتوان 1860 كان جا له هنا هو في تيتوان جابر لهنا. هذا النظام هذا راه فين كيتفرق اه راه فين راه هذيك الاخر هذيك اللي جاي من تما راه فين واحد هذا هو اللي صوبوا ذاك الاجنبي اجنبي هذاك اللي كان شفى من بعد ما مرض الحساسية ايوا واحد الانجليزي انجليزي انجليزي ايوا كاين هادو هادو كيسموها الشريج وكاين اخر كيسموها المغاره. حنا غنشوفوا دابا من داخل نتاعو غنشوف واحد جويجات جوج ماشي واحد جوج ياك المشاكل هذا
فدعاءنا معاه بالصحة والعافية. شكر جزيل الشكر. بالمناسبة غادي نطرحوا واحد صورة الفاتحة طرحوا معنا على هذا الراجل هذا ماشي واحد هذا ديال الزاوية المؤسس ديال الزاوية نشوفوا تحت الجامع هذيك اللي شايف معركة المخازن واحد كان الكبار القادة ديال معركة المخازن من هذا؟ القرن السادس عشر من السعودية 1578 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن هذا هو البيت اللي خلق فيه جبل الدين سيدي جبل الدين هو هذا هذا هو المصنع ديال سي جبل الدين واللي هما كنخصنا نعملوا له عاود وهنا كانت مسكينة واحدة مقعدة واللي أساسي دخل الحفور وعدت أعيش بها هنا وهو الدور اللي كنقوم به عايش في الزاوية كاين اللي أمهات على الأقل عارفهم أنا كتحتضنهم الزاوية تحتضنهم الزاوية رغم أن المحيط واحدة مسكينة هنا في قصر الصماعه تما مدفون ديما كنصور كدرق هذيك العاليه شي امين ابتسموا اقول شيء طيب لحد الان يجيو الناس كيجيو يلا يلا بسم الله بسم الله
حمد الرابع راه ماشي بزاف هذا شمن محمد السادس ما كاينش لا محمد الرابع وفين هذا سمو محمد الخامس محمد عبد الرحمن ميشا عبد الرحمن ميشا شمتا هذا احد المشاركين في معركة ولد المخافي يعني ولد المنطقة هو اللي كان قال لك خبير في التفخيخ هو اللي كان فخخ شي قنطرة يعني من المتفجرات وتوفى نيت في المعركة لا متوفاش في المعركة يعني كان من المشاركين وهو اللي أسس الزاوية الريسونية كوك إذن أسس الريسونية يعيدو كلامه تاريخ السي حفيظ انا اول مره سير ريسوني اول مره كيعجبني الحال والله العظيم لا كاين شويه العنايه بهذا حنا معروفه كنعملوا التاريخ ديالنا بواحد الشكل ولكن مع الاسف هادشي ماشي مشي نحو الانهيار لانه هادشي ماشي عايد هو انت كتشوف خاص ها هذا قديم ها هي هذه قديم راه قديمه هذه من الطلبه كان تما الطلبه هذه من الطلبه هذو ديال الاربعين هنا كان التعليم العتيق ايوا هذه الاربعينيات غيكون الاربعينيات يمكن المهم هي هذه الصوره هذيك قبل مي الاخر بان نسيب طارق الا بغيتي دابا هذه من العهد العلوي ولا هذه قديمه هذه لا هذه قبل من العهد العلوي هذه لا قبل محمد بن عبد الله